المحاضرة الأخيرة عندنا اللي هي العقد العصبية nervous ganglia أو العقد العصبية. Nervous ganglia are groups of body aggregated outside the CNS. Nervous ganglia أو الganglion خليه بشكل عام are groups of nerve cells. Nerve cell bodies aggregated outside the CNS. يعني عبارة عن مجموعة من أجسام الخلايا العصبية والتي تتجمع خارج الجهاز العصبي المركزي. Each ganglion is surrounded with a connective tissue capsule called capsule عندنا. كل عقدة عصبية تحيط بها كبسولة أو نسميها علبة بالعربي نسميها الكبسول عندنا. متكونة من connective tissue عندنا. From the capsule, fine fibers project to inside the nerve ganglia. من هذا المحيط الخارجي أو العلبة أكون حواجز من الكونكتيف تيشو تدخل إلى داخل جسم العلبة حتى تقسمها إلى أجزاء عندنا. Now, in addition to the nerve cells, the ganglion contains nerve fiber. مو فقط بها nerve cells العقدة العصبية بها أيضا nerve fibers عندنا. And it's a supporting capsule. وأيضا تحتوي على كل واحدة على علبة خاصة عندنا بها. في علبها الخاصة العفو. Nerve cell body in the ganglion is surrounded with a capsule consists of a single layer of small cells called satellite cells. عندنا كل خلية عصبية في جسم العقدة العصبية تحيط بها طبقة واحدة من خلايا صغيرة تسمى بالخلايا القمرية satellite cells أو نسميها capsule cell أيضا. Satellite cell or capsule cells. This capsule has continuation with the Schwann cell capsule. عندنا هذه عدة استمرارية مع المحور العصبي اللي هي الغلاف الدهني العصبي للمحور اللي هي Schwann cell. عندنا this cellular capsule is surrounded by a very thin layer of connective tissue sheath derived from the endoneurium. طبعا هذه العلبة تكون محاطة بطبقة من النسيج الرابط أو الغلاف النسيجي الرابط والتي تشتق من الإندونيوريوم. شنو الإندونيوريوم؟ الإندونيوريوم اللي كانت من حكينا لكم على النيرف ترانك وقلت لكم أكو الأعصاب في داخل النيرف ترانك أو الجذع العصبي بها عدد من الفيسيكلز أو خلينا نسميها الحويصلات العصبية ومن الحويصلات العصبية أيضا تحيط بها غلاف connective tissue ومنها تدخل إلى الداخل. لكل ليفة عصبية أكو عندنا غلاف connective tissue رقيق تسمى بالإندونيوريوم فهذه تكون مشتقة من الإندونيوريوم. We have nervous ganglia of two types. العقد العصبية عندنا تكون بنوعين بشكلين أكو عندنا. النوع الأول نسميه the craniospinal ganglion أو نسميها cerebrospinal ganglion والنوع الثاني نسميها autonomic ganglia. إذا عندنا craniospinal ganglion أو اسم ثاني إلى cerebros هي الكرانيو يعني cerebro cerebrospinal ganglion أو نسميه النوع الثاني هي الأوتونوميك جانجليون العقد المجموعة أو مجموعة العقد التلقائية بينما هذه نسميها مجموعة العقد الكرانيو سباينال مجموعة العقد العصبية القحفية الشوكية أو المخية الشوكية نسميها. خلينا نجي على النوع الأول اللي هي الكرانيو سباينال جانجليون أو سميناها سيريبرو سباينال جانجليون وبالعربي سميناها مجموعة العقد العصبية القحفية الشوكية أو المخية الشوكية. نشوفها من أي شيء تكون. They are sensory ganglion. هذه هي عبارة عن عقد حسية. عبارة عن عقد حسية عندنا. And are associated with the cranial or spinal cord. طبعا هذه تكون ذات علاقة بالأعصاب أو بالألياف عندنا القحفية أو بالشوكية. لها علاقة بهاي الجزئين. الكرانيال أو spinal cord عندنا. لها علاقة مباشرة بهالجزئين. Sensory ganglion أما العقد الحسية sensory ganglion اللي هي نفس العفو of cranial nerves present as a swelling on the nerve either inside the cranial vault or at the exits. يعني العقد الحسية موجودة على
الأعصاب القحفية وتنوجد بشكل swelling، يعني بشكل انتفاخات، تكون بشكل انتخافات على هذه النهايات. أما تكون في داخل الكرانيال فولت، في داخل الجزء العصبي، أو بمناطق خروجها من الفولت. تلاحظون شلون؟ They are usually identified with a specific name that relate to the nerve. عندنا كل وحدة تسمى باسم العصب التي يكون عليه، تأخذ اسمه من اسم العصب. Sensory ganglia of spinal nerves are called dorsal root ganglia. بينما السنسوري جانجليون اللي موجودة على الأعصاب الشوكية هذه تسمى dorsal nerve ganglion أو dorsal root ganglion. dorsal root ganglion. The type of neuron in this group is of the unipolar neuron. عندنا هنا نوع الخلايا العصبية تكون من نوع unipolar neuron بشكل عام. And has a round shape. وتكون أشكالها تقريبا خلينا نقول عليها كروية إلى حد ما. طبعا نشوف أن جسم الخلية العصبية، حتى بس أشرح لكم يا شرح ثيوري أدنى، جسم الخلية العصبية وتحتوي على نواة الخلية العصبية اللي تكون with an obvious nucleolus and surrounded with a layer of satellite cell and then we have the connective tissue sheath اللي تكون لها استمرارية مع المحور أو الأكسون. هذه هي الخلايا التي تكون مجموعة في أي واحدة من عندها، تكون بشكل مجاميع، وهذه المجاميع تتخللها حزم من الألياف العصبية، حزم من الألياف العصبية. وأنا بالمحاضرات رسمت لكم إياها بشكل توضيحي جدا، راح من تقروها تفتهموها بشكل أكبر. نجي إلى المجموعة الثانية من العقد العصبية اللي هي نسميها مجموعة العقد التلقائية autonomic ganglion. These are motor ganglion. هذه هي عبارة عن عقد حركية because they cause smooth or cardiac muscle contraction or glandular secretion. هذه هي مسببات لحركة الألياف الملساء، العضلية الملساء والقلبية، تقلصات هذه العضلات، هذه العضلات عندنا، وكذلك هي السبب او المسبب الاساسي في افراز الغدد، في افراز الغدد في الجسم عندنا. هذه شكلها شلون يكون؟ They are swelling on the sympathetic chain and its branches and organs wall that are supporting with the autonomic nerve system عندنا. هذه تكون عباره عن انتفاخات على السلسلة السمبثاوية sympathetic chain وعلى التفرعات الموجودة بها أيضا، وكذلك اللي تكون مزودة بمثل هذه الجانجليون أو بمثل هذه العقد. وطبعا ذكرت لكم سابقا أن السمبثاتيك والباراسمبثاتيك موجودة خلينا نقول في مثلا الجهاز الهضمي، قسم منها يكون محفز وقسم منها يكون مثبط. فالعقد العصبية موجود في هالمناطق. The cytoplasm of the cells characterized by the presence of pseudofacial pigments. Cytoplasm، هذه الخلايا العصبية تحتوي على حبيبات خاصة أو متخصصة عندنا. Nuclei، الأنوية الموجودة بالخلايا العصبية تكون centrally located، مركزية الموقع، وليست مائلة إلى الجانب، هذه تكون مركزية الموقع. والسيلز may be contain more than one nucleus. أيضاً الخلية العصبية هنا في بعض الأحيان قد تحتوي على أكثر من نواة واحدة. Nerve fibers are unmyelinated. الألياف العصبية في هذه العقد تكون من نوع unmyelinated، يعني ماكو بها غلاف دهني، myelin sheath ما بها. And the cell membrane are unobvious. The cells وأيضا الغشاء الخلوي لهذه الخلايا ما هالقد بها وضوح زايد، يعني ما هالقد واضحة. The cells of these ganglia and nerve fibers have no special arrangement. هناك قلنا في المجموعة الأولى كانت الخلايا مترتبة بشكل مجاميع وتتخللها الألياف العصبية، هنا ماكو إلها تنظيم،
يعني بشكل خلينا نقول عليها غير منتظم. نجي إلى مجموعة أخرى وياي، إذا تسمعوني لو لا غبتوا لأن مدى أشوف صوركم اليوم. نعم موجودين دكتور. لا ليش صوركم ماكو على الشاشة؟ ثبيت الصورة مالتش بس. عيني؟ هسه الكاميرا مالتي اشتغلت على غفلة، اشتغلت ما أدري إيش فيها. موجودة من زمان دكتورة الكاميرا. موجودة؟ هي مفتوحة من بداية المحاضرة. هسه هذه هم انسدت، يمي انسدت، يمكم مفتوحة؟ مفتوحة. زين ماشي. نروح على الموضوع الآخر عندنا بالنيرفس سيستم، هي النيوروغليا، الخلايا الدبقية العصبية عندنا. احنا شو ذكرنا من حكينا على النيرف سيلز؟ قلنا حوالي تريليون، لكن النيوروغليا مالتها تكون 10 مرات، لان لكل خلية عصبية عندنا 10 نيوروغليا، لكل خلية عصبية بها 10 نيوروغليا عندنا. ناو هاي عندنا الخلايا الدبقية، cells whose functions are to metabolic and mechanical support and protection of the nerve cell. قلنا إنه هذه الخلايا the functions of these cells are for metabolic activity of the nerve cell, mechanical support الحماية الميكانيكية للخلايا العصبية، وعبارة عن حماية كلية للخلايا العصبية من كل القضايا، من إدخال المواد الغذائية، من إخراج الفضلات من الخلايا العصبية، من إدخال إذا ما حقن هذه المناطق أو إجت أي مادة سمية منعها، أو دخول أو إخراج الأكسجين أو إخراج ثاني أكسيد الكربون. فكل هذه القضايا النيرف سيل تتعامل بها من خلال النيوروغليا، من خلال النيوروغليا عندنا. Now, although neuroglia cells form gap junctions with other neuroglia, يعني النيوروغليا هذه اللي تحيط بكل خلية العصبية ما تكون منفصلة عن بعضها البعض، وإنما أكو عندنا gap junctions. الجاب جنكشنز إذا تذكروها، ما أدري تذكروها لو لا، شنو الجاب جنكشن؟ ما هي الجاب جنكشن؟ ولا واحد يعرف منكم شنو الجاب جنكشن؟ ما أخذتوا الجنكشنال كومبلكس؟ ورا أخذناها بمرحلة الأولى. عيني أخذتوها مرحلة أولى، نسيناها بالأول. لا لا طيب. أي هو جونكشن اللي موجود بالسيستم ما بين الخلايا مثلا المايوكارديوم. نعم مايوكارديوم و مو شرط بين المايوكارديوم، هو موجودة بالنيرف سيل هم، هنا موجودة بالنيوروغليا بالنيرف سيل. وأنا مثلت لكم يا إذا تذكرون الصورة المخططة مالتي وبالأول، لأن أنا درست لكم يا من قلت لكم رسمت لكم خليتين عمودية columnar cell موشي، وقلت لكم ملتحمة من الجزء العلوي يسموه tight junction، صح لو لا مو صح. بعدين جزء ينفصل cell membrane عن بعضه يسميها gap junction الوسط، والجزء السفلي كان desmosomes إذا تذكرون، إذا تذكرون زين. الجاب جنكشن هسه موجوده عندنا بين النيوروغليا. ليش قلنا؟ لنقل الايونات والاعازات العصبيه، واضح؟ فاذا الجاب جنكشن وظيفتها لنقل الايونات ولنقل الاعازات النيرف امبلسز، واضح الكلام؟ حتى بس تذكره لكم الصيغ. طبعا ما هنا احنا شرحنا لكم يا هناك، بس هنا بين النيوروغليا ويا الخلايا العصبية ما كل إعازات العصبية. عندنا عدة أنواع من النيوروغليا، أنواع متعددة من النيوروغليا ممكن تصنيفها إلى أولا المايكروغليا سيلز الدقيقة، عندنا الخلايا الدبقية العصبية الدقيقة، ثانيا الكبيرة هذه العفو الماكروغليا، بعدين عندنا الميكروغليا الدبقية الدقيقة، وبعدين عندنا الأبنديما، الأبنديما سيلز موجودة عندنا. فهي تكون على 3 أنواع: الماكروغليا
والمايكروغليا والأبنديما. نجي إلى تصنيف الماكروغليا. الماكروغليا هذه درايفد أو تشتق من طبقة الإكتوديرم بالأدوار الجنينية. أذكركم إكتوديرم، إندوديرم، ميزوديرم. فالماكروغليا تشتق من الإكتوديرم وتكون بنوعين عندنا، نوع الأستروسايت ونوع الأوليغودندروسايت. أستروسايت وأوليغودندروسايت. والأستروسايت تقسم إلى نوعين، البروتوبلازميك أستروسايت والفايبروس أستروسايت. فإذا عندنا الماكروغليا بها انقسامين أو مجموعتين من الخلايا، اللي هي الأستروسايت اللي هي الخلايا النجمية، والأوليغودندروسايت اللي خلايا تكون عدد التفرعات مالتها قليلة. أوليغو يعني قليل. بالنسبة للأستروسايت تنقسم مرة ثانية إلى بروتوبلازميك أستروسايت، الخلايا العصبية الدبقية النجمية اللي تكون بروتوبلازمية، وثانية تكون الليفية، النجمية الليفية. بالنسبة للمايكروغليا المجموعة الثانية من الخلايا الدبقية، هذه تكون ميزوديرمال إن أوريجين، هذه تكون خلايا ناشئة ميزودير. أما الأبنديما، الأبنديما تكون إكتوديرمية. يعني سألنا قلنا ثلاث مجاميع خلوية للنيوروغليا، ماكروغليا، مايكروغليا، وأبنديما. الماكروغليا والأبنديما تشتق من الإكتوديرم، بينما المايكروغليا تشتق من الميزودير. واضح؟ نجي إلى كل واحدة من ذولا ونشوف إيش راح يكون عندنا أو شنو أشكالها عندنا. وطبعاً أنا رسمت لكم يا بالمحاضرات، وهسه ما عندي ما أقدر أعطيكم يا ما أعرف حقيقة. يومياً أنا خايفة يروح مني البرنامج وأرجع، ويا الأول يعني عدد كبير كل شيء صار عندي أرباب، فأخاف أتلعب بالبرنامج الموقع مالتكم صراحة. المجموعة الأولى اللي قلنا عليها ماكروغليا سيلز أو الأستروسايت، الأستروسايت قسمناها إلى بروتوبلازميك أستروسايت وإلى فايبروس أستروسايت. البروتوبلازميك أستروسايت بها تفرعات كثيرة، تفرعاتها كثيرة، وأيضا هذه التفرعات تتفرع بدورها مرة ثانية إلى تفرعات أدق. زين، it has many branches, protoplasmic branches. من نقول protoplasmic branches معناته في داخل هذه التفرعات أكو عندنا السيتوبلازم مالت الخلية العصبية. واضح؟ فسميناها protoplasmic astrocyte. فإذا بها عدد كبير من التفرعات، وهذه التفرعات بدورها تتفرع إلى تفرعات أدق بكثير. وين موجودة هذه؟ بالجراي ماتر للبرين والسباينال كورد، موجودة بالمادة السنجابية اللي موجودة عندنا بالدماغ والحبل الشوكي، وتكون هذه موقعة جدا قريبة من النيرف سيلز، من النيورونز. مواقع تكون very close to the nerve cells or the neurons عندنا. Now, if we go to the details, twins around the nerve cells. يعني كأنما شلون نقول twins، قريبة جدا، تكون قريبة جدا من الخلية العصبية، وأيضا الخلية العصبية هذه in brain and spinal cord هذه تقريبا شو تسوي؟ تسوي لها مثل تقارب أو يعني تقارب شديد جدا مع البلود فيزلز اللي تزود الجهاز العصبي المركزي أو هذه الخلايا العصبية. راح يكون نوع من التقارب الكبير بينها وبين هذه الأوعية الدموية. أما بالنسبة للفايبروس أستروسايتس أو الخلايا الدبقية النجمية الليفية، هذه هنا الألياف مالتها تكون أكبر، وتفرعاتها أيضا تكون كبيرة نوعا ما، تفرعاتها تكون كبيرة وهي تكون أكبر، حجم الخلية تكون أصغر إلى حد ما. The cell processes in this type are long and mostly تكون البرانشين مالتها قليل، مو مثل الأولاني أقل برانشز مالتها، ومن تتفرع البرانشز مالتها تكون أكبر وليست بدقة التفرعات النوع الأول اللي هي البروتوبلازميك أستروسايت عندنا. وتكون هذه موجودة بنوع خاص، موجودة بالوايت ماتر بشكل عام. قلنا ذاك النوعين موجود بالجراي ماتر في البرين والسباينال كورد، بينما هذا النوع
اللي هي الفايبروس أستروسايت موجودة في الوايت ماتر أو في البيضاء عندنا موجودة تكون. المادة البيضاء هذه وظيفتها أيضا عندنا وظيفتها المادة الموجودة عندنا تكون nutrition helps the nutrition بشكل عام في النيورون النيورون تعني توصيل المواد الغذائية إلى الخلايا العصبية وأيضا gives support تنطي في الدعم أو السند تكون عندنا الكونكتيف تيشوز موجودة في الإسناد تحيط يعني كأنما protection ده تنطي للخلية العصبية عندنا تقريبا أيضا في نفس الوقت هذه الخلايا تنتج عندنا phospholipid myelin sheath axons of the neurons عندنا فجزئيا تفرز مادة phospholipid مواد ليبيد شحمية تتخللها أو تحتوي على فوسفات تحيط بالخلايا around the area العصبية في الجهاز العصبي المركزي عندنا في الجهاز العصبي المركزي انتهينا من ذولا نجي إلى الأوليغودندروسايت احنا قلنا الماكروغليا قسمناها إلى أستروسايت وإلى أوليغودندروسايت دخلنا بالأستروسايت وقلنا البروتوبلازم الأستروسايت والفايبروس أستروسايت فهسه راح ندخل إلى الأوليغودندروسايت النوع الثاني هذه الخلايا تكون صغيرة الحجم قليلة التفرعات صغيرة الحجم وقليلة التفرعات وتكون أكثر وجوداً أعدادها أكبر تكون The most common type أكثر شيوعاً أو أكثر وجوداً compared to the astrocyte إذا نقارنها بالأستروسايت أعدادها أكبر ووجودها أكثر أيضاً عندنا cells containing a vesicular or oval nucleus النواة الموجودة في هذه الخلية تكون عندنا حويصلية القوام أو حويصلية الشكل لكنها تكون أصغر من الخلايا النواة الموجودة عندنا في الأستروسايت عندنا وتنصبغ بأصباغ غامقة darkly stained دائما because of the coarse chromatin granules inside the nucleus عندنا because of the rich chromatin content oligodendrocytes are located in both the gray matter and white matter of the CNS هذا النوع يتواجد بالغراي ماتر وبالواي ماتر بينما احنا قلنا الاستروسايت الاولى مالتها البروتوبلازم موجوده بالغراي ماتر بينما النوع الثاني الفايبروس موجوده بالوايت ماتر هنا عندنا الاوليغودندروسايت طبعا هي ايضا الميكروغليال سيلز عندنا هذه موجوده بالثنين او بالجهتين الموجوده عندنا هذه أيضا تكون مصاحبة للأوعية الدموية كثير منها أو أعداد كبيرة منها تصاحب الأوعية الدموية الموجودة عندنا في الجهاز العصبي المركزي. Then the astrocyte and the oligodendrocyte are derived originally from the spongioblasts. Spongioblasts اللي تشتق وين؟ من تشتق من البلد من الدم originally تجي. Which are ectodermal on origin, وهذه ذكرناها أيضا, found in the embryo and may also be found in the adult. هذه بشكل عام موجودة في المراحل الجنينية وموجودة في مراحل الـ adult stage. These cells may derive from the monocyte أيضا, قد تشتق من المونوسايت, أحد أنواع الكريات الدموية البيضاء. Normally and stationary, but may migrate to the site of injury أيضا. وقد تهاجر أثناء أي وجود أي جروح تهاجر إلى مناطق الجرح حتى تحاول أن تسد الجرح أو تحاول أن تدفع المواد الملوثة اللي تريد أن تدخل إلى منطقة يعني دفاعية تكون بالدرجة الأساس عندنا واضح؟ وأيضا تسمى ببرين ماكروفاج وأيضا تسمى ببرين ماكروفاج وإحنا من قلنا عليه دفاعية فلازم تأخذ صفة الماكروفاج صح لو لا؟ لأن الماكروفاج هي خلايا دفاعية فإذا هذه تعتبر الخلايا الدفاعية من بين هذه الخلايا المساعدة للخلايا العصبية عندنا وأيضا من مهمتها
كماكروفاج engulf and destroy microbes. راح تهضم أو تبلع الميكروبات وتحاولها تحاول أن تحطمها أو تهشمها and cellular debris وأي مواد متخلفات من الخلايا تقوم هذه بهضمها وبتحطيمها وتهشيمها حتى لا تأثر على الخلايا العصبية. انتهينا من الماكروغليا كمجموعة، راح نروح إلى الميكروغليا الخلايا الدبقية الصغيرة، الخلايا الدبقية الصغيرة. والخلايا الدبقية الصغيرة أن هذه تكون خلايا شبه شوكية، تكون شبيهة بالأشواك تكون. ليش؟ لكثرة التفرعات وما تخرج منها من تفرعات ثانوية وثالثية، فبالضبط شكلها شكل الشوكة تكون، شكلها شكل الشوكة. هذه تفضل. الميكروغليا شلون يوصل داخل البرين؟ يعني احنا عندنا بلود برين بارير، بلود برين بارير هي من خلال هذه الخضايا تصير بلود برين بارير، من خلال هذه تتكون عندنا البلايد بلود برين بارير، واللي راح اجل ذكرها في محاضرة اخرى. تلاحظ شلون هذه فقط الخلايا اللي تحمي الخلية العصبية المساعدة. من نجي من نوصل إلى البلود برين بارير راح نعطيكم بشكل تفصيلي ما يحصل. واضح؟ هذه فقط دخول إلى الأجزاء الأساسية للجهاز العصبي. واضح؟ واضح. شكرا. فإذا قلت لكم النوع الميكروغليا تكون خلايا شوكية الشكل بشكل عام لكثرة ما بيها من تفرعات، وتتحول تفرعات أولية وثانوية وثالثية فينطيب شكل الشوكة، كتلة من الشوكة تصير. هذه موجودة بشكل مبعثر بشكل كامل بالجهاز العصبي المركزي بالCNS. They are small, dark staining، تكون صغيرة الحجم وتكون غامقة الصبغة and faintly resemble oligod، يعني بشكل بسيط تشبه الأوليغودندروسايت، ولو هناك الخلايا تكون أصغر وتفرعاتها تكون أقل بكثير. تلاحظ شلون؟ بس حجميا أول شيء تعتقد أنها، بس من تتعمق بيه تشوف لا الفرق بيناتهم جدا واضح عندنا. تكون الأوليغودندروسايت شوية متطاولة الخلية مالتها، قلنا العفو الخلايا هذه موجودة عندنا الميكروغليا تكون خلاياها متطاولة عندنا الأوليغودندروسايت، وتكون small size مثل ما قلت لكم يا contain chromatin granules. هنا ما بيها هذا الشيء، ما بيها الكروماتين بشكل عام. contain chromatin granules, few cytoplasm, small cells, many processes، تحتوي على تفرعات عديدة and has a spiny appearance، شوكية المظهر تكون. it is found more in the gray matter، تكون أكثر تواجداً في الجراي ماتر مما هي موجودة أيضاً بالوايت، بس نسبتها تكون أقل بالوايت ماتر. and located close to the blood vessels، لاحظ هذه أيضاً تكون قريبة جداً من الأوعية الدموية. ليش من الأوعية الدموية؟ شنو السبب؟ صار عندنا اثنين موجودين قريبين من الأوعية الدموية، السبب تعرفون إن هذا السبب شنو؟ تقدرون تستنتجوها؟ دكتورة ممكن الأورجن مالته من البلد فيزلز، يعني يصير نعم، لأن البلد فيزلز النيوتريشن والأكسجين والقضايا كلها تجي عن طريق البلد، فلازم أكثر عدد من هذه الأنواع تكون في حماية النيورونز قريبة من البلد سيلز بلد فيزلز سوري. واضح؟ هذا السبب، لأن احنا كل المواد ماكو مادة تجي رأسا طب على النيو، لا كلها عن طريق البلد فيزل تجي، سواء المواد الغذائية سواء الأكسجين سواء يجوز ما تطرح من باقي خلاياها عن طريق من مواد فضلاتية، فهذه تكون أعداد كبيرة كبيرة لحماية الخلايا العصبية. فإذا عندنا الأوليغودندروسايت والميكروغليا تكون قريبة جدا من الأوعية الدموية التي تكون قريبة من الخلايا العصبية. It is found more in the gray matter، تكون أكثر وجوداً في الجراي ماتر في المادة السنجابية. and located close to the blood vessel but has no perivascular foot. عندنا الperivascular foot عندنا وين موجودة؟ كانت موجودة في النوع الأول
اللي قلت لكم الماكروغليا تسوي أقدام بيريفاسكولار محيطية دقيقة جدا على الوعاء الدموي، يعني كأنما شون ماسات تلتصق بالوعاء الدموي، هذه نسميها بيريفاسكولار فيت عندنا. راح نجي أيضا إلى شرحها بس هسه كستركتشر أقول لكم إياها. الميكروغليا originate from the bone marrow and are part of the mononuclear phagocytic cell population. وأيضا هي جزء من ليش؟ لأن هذه الخلايا يجب أن تكون دفاعاتها قوية لحماية الخلايا العصبية عندنا، لحماية الخلايا العصبية. النوع الثالث من هذه الخلايا اللي هي عندنا نيوروغليا إن هي الأبنديمال سيل. الأبنديمال سيلز are low columnar cells or cuboidal epithelial cells، عبارة عن خلايا عمودية قصيرة أو cuboidal cells، قد تكون columnar قصيرة أو مكعبة، تبطن الventricles of the brain، بطينات الدماغ تكون مبطنة بها، and the central canal of the spinal cord، تبطن بطينات الدماغ وتبطن أيضاً السنترال كانال عندنا القناة المركزية للحبل الشوكي، مناطق وجودها في بطانة القناة المركزية للحبل الشوكي وكذلك في الventricles brain ventricles عندنا، تبطنها بهذا النوع من الخلايا اللي شنو قلنا عليها، أما تكون cuboidal cell أو low columnar cells. In embryo في حالة الجنين these cells are ciliated، في الجنين تكون هذه الخلايا في بداية تكوينها تكون مهدبة ciliated. However in the adult are not ciliated cells، لكن في الإنسان البالغ تكون non-ciliated، الخلايا هذه تفقد السيليا الموجودة عندها، ما تحتوي على أهداب. The free surface of these cells contain microvilli، النهاية الحرة مو اللي تجلس على الغشاء القاعدي، نهايتها الحرة تحتوي على microvilli. وين أكو بعدنا مايكروفيلاي من دراستكم؟ وين عندنا مايكروفيلاي؟ أريد الجواب من good، that's good، correct. فإذا عندنا مايكروفيلاي هي عبارة عن امتدادات من الخلية وبها سيتوبلازم خلية for increasing the surface area of the cell، واضح؟ فهنا عندنا أيضا مايكروغليا. أنا ليش أحاول أرجعكم حتى تسوون ربط بين هسه وبين اللي قريته سابقا. Containing microvilli under the electron microscope، يعني light microscope ما راح تشوف هذا الشيء، بتكون جدا دقيقة، واضح؟ And may also contain fibrils، وقد تحتوي على بعض اللويفات أيضا، واللويفات دائما موجودة في معظم الخلايا بنسبة أو بأخرى، يعني خلايا بها أكثر خلايا بها أقل. فالفايبريل أو اللويفات الموجودة موجودة في جميع الخلايا اللي إحنا درسناها في المرحلة الأولى من كنتوا بعدكم صغار، وقلنا السيتوسكيليتون، بس أذكركم داموشي مو حكيت لكم على السيتوسكيليتون. فهذه الميكروفيلاي أو الفايبريلز عندنا موجودة في الخلايا الموجودة عندنا هنا، فهنا أيضا موجودة بال الأبنديمال سيلز، واضح؟ أيضا موضوع آخر ما أدري أخذتوها لو لا بالدرسوا أنتو الماسكولار سيستم لو بعدكم أخذتوا الماسكولار سيستم؟ دكتورة بالقبل يعني مو هالسنة، قبل إيش قد؟ 12، يعني بيا مرحلة أخذتوها؟ بالثاني. بالثاني أخذتوا موشي؟ أخذتوا النيرف إندين وياها؟ السكوت شنو علامة الرضا لو رفض؟ Anyway, we are going to go through the nerve ending also. The nerve endings, the nerve fibers terminate in the organs in a specialized modified structures called the nerve ending.
الألياف العصبية تنتهي في الأعضاء الموجودة بالجسم في تراكيب محورة ومتخصصة تسمى بالنهايات العصبية. يعني هي الألياف العصبية مو رأسا تجي تدخل، وإنما راح تدخل من خلال أجزاء متخصصة إلها تسمى النهايات العصبية. وراح نجي إلى ذكر هذه النهايات نشوف شنو. Some of which are sensory or receptors and considered as specialized dendrite. بعض من هذه النهايات قد تكون عندنا حسية أو التي تستلم الأحساس وتعتبر بهذه عبارة عن دندرايد. يعني احنا بجسم الخلية العصبية الدندرايد هي اللي تقوم باستلام الإعازات العصبية، فقسم من هاي النهايات تعتبر النهايات حسية لأن تقوم بعمل الإحساس أو جيب الإحساس من الجزء هذا وتوصله إلى الجهاز العصبي المركزي، والقسم الآخر لا يكون موتور مؤثر عليه. Dendrite which receives and transmits the impulses from the organs. Other types of nerve ending are motor or effectors. النوع الآخر من النهايات العصبية تكون مؤثرة أو حركية and is considered as the axon. وهناك راح يكون عندنا تعتبر هي المحاور العصبية. The nerve endings transmit the impulses from the nervous center to the tissues. هذه أن النهايات العصبية تنقل الإعازات العصبية من الـ nervous centers من المراكز العصبية إلى الأنسجة أو الأعضاء. هذه هي الوظيفة مالتها. عندنا عدة نهايات عصبية أو أنواع مختلفة من النهايات العصبية. من هذه الأنواع عندنا نهايات بالskeletal muscle، عندنا نهايات بالepithelial tissues، وعندنا نهايات بالكونكتيف تيشو. طيب ارجع اسالكم مره ثانيه، مريتوا على هذه لو لا في دراستكم للمسل تيشوز؟ ها جاوبوني اي او لا. ولا واحد يجاوب؟ دكتورة، دكتورة احنا خدنا تكون نيورو ماسكولار، يعني كل عضلة تكون مزودة بنيرف اندينج حتى تتمكن من الحركة. بس هل أخذت الأنواع الموجودة؟ لا دكتور، لو ما أخذت. أوكي يعني المفروض كنتوا ماخذيها، بس ما يخالف مو مشكلة، أنا أعطيكم إياه وراسم لكم صور مخططة جدا واضحة حول الموضوع حتى تفتهموها. Anyway, we are going to go through it now theoretically and then I will be giving that to you through my lectures. أعطيكم إياه من أحاول لكم المحاضرات عندنا. فإذا عندنا إحنا نيرف أندينج موجود في السكيليتال مسل أو في العضلات الشي يسموها السكيليتال أو الإرادية مالتنا، موجود عندنا نهايات عصبية في الأبيثيليال تيشوز، وموجود عندنا نهايات عصبية في التيشوز. واحدة منهم تختلف عن الثانية، مو كلها متشابهة وإنما متغايرة. راح نبدي بها بالسكيليتال مسل، النهايات الموجودة في العضلات الهيكلية. أكو عندنا نوعين اللي هي عندنا النيوروماسكولار سبيندل، نسميه المغزل العصبي العضلي نيورو ماسكولار سبيندل، والنوع الثاني عندنا الموتور اند ذا بليتس. الموتور اند ذا بليتس عندنا نيورو ماسكولار سبيندل المغزل العصبي العضلي، والموتور اند بليتس عندنا الموتور اند بليتس. نجي الى النوع الاول اللي يكون موجود عندنا بالعضلات الهيكليه اللي هي النيورو ماسكولار سبيندل. هذه أكو عندنا مجموعة، أو خلي أشرح لكم يا يعني ما يقارب من حوالي 3 إلى 10 3 to 10 skeletal muscle fiber تتجمع سوا، and few nerve fibers تكون موجود في داخلها. أكو عندنا أيضا supported with the blood vessels and connective tissues، supported with blood vessels
and connective tissue. Now this type is a sensory nerve ending. هذه عبارة عن نهاية عصبية حسية. Provide the sensation of muscle stress. تزود بالإحساس للشد في العضلات. تزود الإحساس بالشد في العضلات. تتكون من elongated cylinders like structure. اللي هي تقارب مثل ما يقول تقريبا 3 إلى 10 تجمعك بشكل مثلا حزمة أو مجموعة كاملة، وهذه تكون وياها تدخل ضمن هاي المجموعة عصب يدخل إلى هذه المجموعة، وفي داخله تتفرع بشكل حلزوني، تفتر مثل تركيبة حلزونية تفتر على بداخل هذه المجاميع المتجمعة مع بعضها، وهذه كلها راح تحيط بها connective tissue، راح تحيط بها connective tissue، فيصير شكله تقريبا مثل المغزل، ولهذا سميت المغزل العصبي العضلي neuromuscular spindle. neuromuscular spindle عندنا. طبعا هنا يا nerve fibers enter the structure أو تدخل إلى داخل the structure and divides وتنقسم وsurround spiral around the skeletal muscle fiber. يعني الليفة العصبية من تدخل، احنا قلنا 3 إلى 10 من اللويفات العضلية موجودة، الليفة العصبية من تدخل إلى داخل هذه المغزل تتفرع، كل واحدة منها راح تروح على ليفة عضلية وتفتر دائر مدارها بشكل حلزوني. هذا هو اللي ينقل الإحساس، هذا اللي ينقل عندنا الإحساس. أما النوع الثاني من الموجود عندنا بالجهاز العضلي أو العضلات الهيكلية نسميها الصفائح الحركية النهائية الحركية motor end plates. motor end plates الحقيقة هذه بالضبط يسموها مثل رجل الطير، رجل الطير يكون بهذا الشكل. هذه هي الليفة العصبية، إذا تشوفون أصابعي أو لا مال مفتوحة لو لا مفتوحة، هذه أصابع الكاميرا، هذا العصب الآسي يتفرع بالضبط مثل قدم الطير. وين يتفرع هذا؟ يدخل هنا العضلة الهيكلية، يعني تدخل على العضلة الهيكلية أول مرة تتفرع الليفة الأساسية تجي وبعدين تتفرع فد 3-4 وبعدين من كل واحدة منها راح تتفرع كل واحدة تشبه قدم الطير. يعني هنا ليفة عضلية عصبية العفو تجي تتفرع وبعدين كل واحدة منها تتفرع. Let us go through. This motor nerve ending. هذه عبارة عن نهاية عصبية حركية. Branches in order to provide many skeletal muscle fiber. يعني الليفة العصبية اللي تجي راح تتفرع إلى أو تنقسم إلى مجموعة حتى تزيد عضلات هيكلية بنفس الوقت. When the nerve fiber approach the muscle fiber, عندما توصل النيرف فايبر المتفرعة إلى سطح الليفة العضلية عندنا، هنايا راح يصير عندنا وتكون على تماس مع الساركوبلازم، تكون على تماس ويا الساركوبلازم والنيوكليي مال سكيليتال سيل أجريجيت عندنا أو تجمع مالتها. It will branch again. أنت تلامس مع الليفة العضلية الهيكلية نشوفها راح تتفرع مثل قدم الطير بالضبط. Again to form earth midfeet. تتفرع يكون مثل قدم الطير على سطح العضلة، خلينا نقول عليها العضلة الواحدة. زين. The end point are slightly plate-like enlargement called motor end plate. وفي نهايات كل التفرعات الدقيقة مثل أكو عندنا في التوسع، شون الماصة بالضبط توسع تلتصق بسطح العضلة الهيكلية، ولهذا سميت بقدم الطير عندنا motor end plate بالضبط يشبه قدم الطير. وإذا أشوف لكم إياها إذا مفتوح عندكم الكاميرا راح تشوفون هذا التركيبة، هذه تشوفوها كاميرا شوية يحتاج ترفع يدك، أرفع يدي تفضل، هذه شفتوها بهالطريقة تكون التفرع مالتها حتى تستوعبوها.
راح توصلكم هم لا تخافون. هسه بس مجرد حتى أوضح لكم الموجود عندنا. هسه انتهينا من العضلات الهيكلية، قلنا المجموعة الثانية من النهايات العصبية هي عبارة عن النهايات الموجودة في الأبثيليال تيشوز أو في الأنسجة الطلائية. هذه الأنسجة الطلائية النهايات الموجودة بها تكون حسية، سنسوري نيرف أندين، سنسوري نيرف أندين. The nerve fibers branches in the skin. يعني بتفرع وين تصير التفرع بين الطبقة، يعني قبل ما تدخل إلى الأبيديرمس. إحنا مو قلنا بأبيديرمس وبيديرمس، فمن هناك راح يصير التفرع يدخل الجلد. حين ذاك شو راح يصير عندنا؟ راح يتفرع branches in the skin between the epithelial cells، يدخل إلى الطبقة الطلائية وتفرعاتها بين الخلايا الطلائية. especially in the deep epidermis، بالأخص في الأجزاء القاعدية من النسيج الطلائي، into many branches. طبعا بكل تفرع راح تتفرع عدة تفرعات، ونهايات مالتها أيضا بها نوع من السويلينج، انتفاخ. عندنا الانتفاخ عندنا هذه this is function in pain sensation، هذه تحسس الإنسان بالألم، نهايات حسية يحس الإنسان بالألم بها. maybe it like net accompany each nerve epithelial cells called a disc of miracles. عندنا هذه نهاياتها من تكون هالشكل متوسعة، نهاية العصب نسميها disc of miracle، موجودة في epithelial tissues. عندنا this feel the sense of touch، disc of miracle تحسسنا بالtouch، باللمس، إحساس باللمس. disc of miracle found in the deep epidermis، قلنا لها قلت لكم إياها، موجودة في العمق في الأنسجة الطلائية الموجودة بالجلد، وكذلك بالhair follicles في الحويصلات الشعر الموجودة عندنا أيضا بالجلد، and in the heart palate عندنا بالheart palate، وعندنا soft palate وheart palate موجودة بالheart palate. والشكل مالته يكون بهذا الشكل، إذا تحبون تشوفوها عندي هذه، تشوفوها شفتوها؟ نعم. هذه أيضا بالنسبة للعضلات نسيج الطلائي عندنا. أصور وقتكم انتهى وهسه ما أقدر بعد، أخاف عندكم غير التزام. see you next time. thank you.